السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد المحاضرة الثالثة في بارت رقم 3 الخاص بالويند توربان. المفروض النهاردة المحاضرة هيكون هي نظري في المقام الأول، وهنتكلم فيها عن types of wind turbine أو أنواع التربينات اللي إحنا اتكلمنا عنها في المحاضرة الأولانية، بس خدنا بصورة سريعة. النهاردة هنعملها بصورة أكثر تفصيلا. المفروض إن إحنا خدنا الويند تربين، وقلنا إن أنا عندي تنقسم لنوعين أساسيين، والمفروض إن يكون النوعين الأساسيين دول هو الفيرتيكال أكسس ويند ماشين أو الويند تربين، والنوع الثاني اللي هو الهوريزونتال أكسس ويند ماشين. قلنا الفيرتيكال أكسس ويند ماشين اللي المفروض ان هي بتدور حوالين الفيرتيكال اكسس، المحور الرأسي بالنسبة لنا، وخدنا مثال او مثال عليها زي السافينيوس فيرتيكال اكسس ويند توربين، وفي عند الجروميل او الداريوس فيرتيكال اكسس ويند توربين. واشهر مثال عندي للهوريزونتال اكسس ويند توربين خدنا المودرن هوريزونتال اكسس ويند توربين او الويند توربين جنريتور، واللي هي المفروض بتتكون من 3 بلادز زي ما احنا شايفين قدامي في الصورة. المفروض ان احنا هنتكلم عن الانواع ديت، هناخد ايه هي مواصفاتها، ازاي بتولد القوة داخلها، وهنتكلم بصورة اكثر تفصيلا عنها في خلال المحاضرة ان شاء الله. اول نوع عندي اللي احنا اتكلمنا عنه هو الفيرتيكال اكسس ويند توربين او ويند ماشين، والمفروض قلنا اكثر من اشهر نوعين عندي هو داريوس تايب، والنوع الثاني اللي هو سينيوس تايب. اول نوع عندي بالنسبه للفيرتيكال اللي هو الداريوس تايب، والداريوس تايب زي ما احنا عارفين قلنا ان هي فيرتيكال اكسس ويند توربين، وبتعتمد في حركه الدوران على او حركه الدوران الخاصه بها على الليفت فورس وليس الدراج. يبقى هي فيرتيكال اكسس ويند توربين بس بتعتمد على الليفت فورس اللي هي قوه الليفت، عشان خاطر تبدا ان هي تقوم بعمليه حركه للروتر اللي عندي، ومن خلال الحركه دي بيبدا عندي توليد الكهرباء. ابسط مثال على الداريوس ويند توربين، المفروض ان انا عندي في نوعين، في عندي النوع اللي هو الاولاني اللي هو داريوس بيتر توربين، والنوع الثاني اللي هو الاتش روتر اللي احنا شايفينه قدامنا في الصوره او اللي انا بشاور عليه، وسميناه بالاتش لان التو بليدز منه بيبقى على شكل الاتش زي ما احنا شايفين في الصوره ديت، وهنتكلم على النوعين بالتفصيل. بس اهم حاجه بالنسبه للداريوس ويند توربين ان هي بتعتمد على الليفت فورس عشان تبدا تحرك او تشغل الروتر اللي عندي بحيث ان هي تولد لي عمليه الكهرباء. اول نوع عندي من انواع الداريوس تايب قلنا اللي هو الايج بيتر توربين، وسميت بهذا الاسم نسبه لشكلها اللي هو عباره عن شكل مضرب البيض، يعني شايف الشكل اللي قدامنا ده، يعني شكل خافق البيض او المضرب البيض، هتلاقي دايما الشكل بتاعه بيبقى شكل التوربينه او شكل التوربينه بيبقى شبيه بشكل مضرب البيض زي ما احنا شايفين قدامنا. الشكل ده ميزته او الكيرف شيب بالنسبه للبليد اللي عندي ديت، الميزه الاساسيه بالنسبه لها ان هي بتقلل لي البندنج مومنتيوم اللي هو المفروض ناشئ عن سنترفيوجال فورس اللي هو او سنترفيوجال فورس اللي هي قوه الطرد المركزيه الناتجه عن حركه الدوران، واللي المفروض بتاثر على حركه البليد. هو الشكل ده الفائده الاساسيه بتاعته ان هي بتقلل لي البندنج مومنت اللي المفروض ناشئ عن قوه الطرد المركزي. طبعا ده يعتبر الشكل الاساسي بالنسبه لنا. هتلاقي طبعا ان المفروض ان المسافه من طول البليد اللي عندي ده اللي هو بيمثل البليد او الروتر هايت اللي هو ده شكل الروتر، الروتر هايت عندي بيبدا من اعلى نقطه لاقل نقطه. طبعا الروتر ديامتر اللي هو المفروض بياخد المسافه الرئيسيه من اول نقطه لحد اخر نقطه اللي هو شكل الاليبس اللي موجود عندي ده اللي احنا بنسميه الروتر دايمتر. طبعا هنا في الاسفل هتلاقي موجود عندي الجنريتور اللي هو المولد، والجير بوكس اللي المفروض عندي موجود في الاسفل بالنسبه للشكل اللي احنا شايفينه قدامنا للكيرف. اهم ما يميز هذا النوع من الويند توربين اللي المفروض
او بنقول عليه المواصفات الاساسيه بالنسبه لهذا النوع، المفروض بيكون عندي في منه اللي هو 2 بليتس زي اللي احنا شايفينه في الصوره، او ممكن تكون 3 بليتس، والمفروض ان البليتس دي بتكون واخده شكل الكيرفتشر زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت بيكون شكلها اير فويل. عمليه التصنيع بالنسبه للبليت ديت بتبقى حاجه سيكون شبه كومبليت او اللي هو صعب في عمليه التصنيع، وفي نفس الوقت مكلفه. ده اهم الصيغ او اهم الخصائص اللي بتميز لي نوع داريوس ايج بيتر توربين. النوع الثاني اللي هو الاتش روتور، وقلنا سميناه الاتش روتور لان احنا زي ما احنا شفنا التو بليتس اللي عندي بالشكل ده المفروض ان هم واخدين شكل حرف الاتش، عشان كده سميناه بالاتش او الاتش داريوس روتور، او برضو بنسميها الجروميل روتور او الجروميل فيرتيكال اكسس ويند توربين، يعني ممكن يسميها جروميل او الاتش داريوس. زي ما احنا شايفين قدامنا عندنا المفروض ان هي من خلال ان هو بيبدا يحول او بيبدا يستخدم الليفت فورس الناتجه من حركه الرياح، ويبدا ان هو يحسب يعمل لي عمليه الدوران اللي بينشا من خلالها بعد كده توليد الكهرباء. النوع ده مميزته ان هو اكثر كفاءه من النوع السابق اللي هو بيتر، وفي نفس الوقت اللي هو سهل في عمليه التصنيع بالنسبه للبليد. البليد اللي عندنا شكلها مبسط زي ما احنا شايفين اللي هي ستريت، وفي نفس الوقت هي بس بتاخد شكل الاير فول، وفي نفس الوقت هنا بتديني كفاءه اعلى في عمليه التشغيل. طبعا هنا البليد ممكن بتكون ممكن تكون ثابته زي ما احنا شايفين قدامنا، او في نفس الوقت ان هي تكون بتغير اتجاهها بالنسبه للرياح اللي احنا بنسميها البيتش انجل، وهنعرف بعد شويه ايه هي البيتش انجل او ازاي تغير البليد زاويتها بالنسبه لزاويه الرياح. احنا قلنا دايما في الليفت فورس او بالنسبه للهوريزونتال اكسس ويند توربين في ميزه اساسيه ان هي لازم تكون مواجهه باتجاه الرياح عشان تبدا ان هي تشتغل وتبدا ان هي تدور. اما بالنسبه للفيرتيكال اكسس ويند توربين ما بتفرقش معايا ان هي تكون مواجهه للرياح، لان هي كده كده بمجرد اما بتتعرض لاي رياح جايه من الشمال او الجنوب او من الشرق او الغرب بتبدا ان هي بتتم عمليه دوار زي ما احنا دوران او زي ما احنا هنشرح فيما بعد. لذلك دايما هتلاقي في انواع، على الرغم من ان البليتس ممكن تكون ثابته، لا في انواع من الداريوس تايب المفروض ان هي بيكون البليتس بتاعتها او الريشه بتاعتها ديت ممكن ان هي تلف حوالين محورها، يعني ممكن تغير زاويتها ما تبقاش ثابته زي ما احنا شايفين كده، ان هي ممكن تلف بصوره دورانيه بحيث ان هي تغير زاويتها مع زاويه اتجاه الرياح، وتغيير الزاويه ده بيؤدي الى زياده وقله سرعه الدوران، وزي ما هنعرف بعد كده او في خلال المحاضره. فلذلك طبعا بالنسبه للداريوس روتور او الداريوس روتور عموما هي المفروض اللي هي نوت سيلف ستارتنج. نوت سيلف ستارتنج يعني لازم ما بتشتغلش لوحدها، لازم تكون موجهه في اتجاه الرياح عشان خاطر تقوم بعمليه الحركه. بس طبعا هنا في الاتش روتور لو انت عندك البليت الزاويه بتاعتها بتتغير، ده بيؤدي ان عندي ممكن ان هي تتحول لسيلف ستارتنج، ان هي تبدا بعد كده لو انا غيرت سرعه اتجاه الريشه ممكن ان هي تبدا تواجه الرياح وتبدا ان هي تشتغل مباشره. ده الجزء اللي هو بيشرحه لك، بيقول لك السبريتس كان ايذر بي فيكسد اور هاف ا فاريبل بيتش ديبندنج اون ذا نيد، ده بيعتمد على الاحتكاك، اند سام اوف ذا فاريبل بيتش ديزاينز ار ايبل تو سيلف ستارت. طبعا بعض اللي هو لما بغير الزاويه ديت ممكن ان هي تشتغل بمجرد ما هي تواجه الرياح او ما يكونش مواجهه، عادي جدا مفيش مشكله. اهم مواصفات الاتش داريوس ممكن هي اولا نيدز ماتش للسيرفيس اريا، يعني زي ما احنا شايفين السيرفيس اريا بالنسبه لي بيكون صغيره بالمقارنه طبعا بالنوع اللي هناخده بعد كده اللي هو السافينيوس. بعد كده قلنا نوت سيلف ستارتنج ده في الوضع العادي، بس قلنا لو انت عندك فاريبل بيتش ديزاينز، يعني لو انت غيرت زاويه الريشه ممكن ان هي تبقى سيلف ستارت. الحاجه الرابعه الثالثه اللي هي هاي سبيد، اللي هي بتتميز بسرعتها العاليه نسبيا، والحاجه الرابعه اللي هي فيها الافشنسي بتاعتها بتكون عاليه واللي بتوصل معايا لحد 35%. ده طبعا ده شكل الداريوس تايب الاتش روتر، ممكن تكون 2 بليتس او ممكن تكون 3 بليتس او ممكن تكون اكبر
من الثري بس طبعا الاشهر عندي هو الثري بليدز زي ما احنا شايفينه وشايفين مكوناته معايا. طبعا هنا في الاخر بيقول لك سواء كانت الفيرتيكال اكسس وند توربين سواء كانت سافينيوس او داريوس الاثنين بيدوروا على فيرتيكال اكسس زي ما احنا شايفين ده محور الدوران اللي هو بيحطوه بشكل راسي، والمفروض ان هي عشان كده بيقول لك كان ران اندبندنتلي اوف ذا دايركشن اوف ويند. والحاله ديت في الحاله ديت ان هو طبعا المفروض ان هو بيدور بصوره مباشره مجرد ما اعرضه للرياح على الرياح. طبعا ده بيختلف من الاتش روتر والسافينيوس روتر. النوع الثاني اللي هو السافينيوس تايب، وطبعا السافينيوس تايب اشهر مثال عندي ليه هو الاس شيب اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو بيتكون من تو هاف سلندرز والاثنين المفروض ملحومين ببعض بشكل عكسي بيكون لي حرف بشكل الاس. ده اشهر نوع موجود معايا. طب الميزه الاساسيه احنا قلنا في الاتش داريوس ويند توربين ان هو بيعتمد دايما على الليفت فورس، اما بالنسبه للسافينيوس ده بيعتمد على الدراج فورس اللي هي بتاثر على سطح او الهاف سلندر اللي عندي او التو سلندرز او تو هاف سلندرز اللي موجودين عندي. طيب ازاي بيتم الحركه في الكلام ده؟ وده احنا قلناه في المحاضره الاولانيه ان المفروض فرق الدراج فورس بالنسبه للكونكيف والكونفكس اللي مكون عندي او اللي مكونين عندي للروتور هو ده اللي مسؤول عن عمليه الحركه، الفرق ما بين الضغط هنا والضغط في النقطه دي والضغط في النقطه دي هو ده اللي بيسبب عمليه روتيشن او اللي بيسبب لي الحركه للروتور، وبعد كده بتبدا تتولد عندي عمليه الكهرباء. اهم ميزه في النوع ده ان هو السمبلست اللي هو يعتبر توربين بسيط كل اللي فيه بس هو عباره عن تو سلندر زي ما احنا شايفين وبيتم بعد كده توصيله بالجنريتور مباشره يتم معاوله الدكر، مفيش بقى كيرفيتشر ولا اير فويل ولا تصنيع بشكل معين، كل الحاجات دي بتؤدي الى زياده التكلفه وبترفع عندي الكابيتال كوست بالنسبه للتربين. عشان كده دايما الكابيتال كوست في النوع ده بيكون او الكوست التكلفه الاساسيه بالنسبه للنوع ده بيكون منخفضه. اهم الخواص بالنسبه للنوع ده طبعا اللي هو بيحتاج للارج سيرفيس اريا زي ما احنا شايفين، هتلاقي عندك شكل الهاف سلندر هتلاقي هنا طبعا السيرفيس اريا المعرضه ليها القوه دايما بتكون كبيره. الحاجه الثانيه سيلف ستارتنج، ده معنى سيلف ستارتنج يعني دايما لما احطه في اي اتجاه سواء كانت اتجاه الرياح يمين شمال شرق غرب هو كده كده الروتور هيدور ما دام ما فيش حاجه منعاه هيبدا الروتور يدور مباشره، مش لازم اوجهه في اتجاه الرياح عشان يبدا يشتغل. ده طبعا على عكس الهوريزونتال اكسس ويند توربين. النوع الحاجه الثانيه طبعا اللي هو لو سبيد اللي هو بيدور بسرعه بطيئه او سرعه دوران بطيئه بالنسبه طبعا بالمقارنه بالاتش داريوس. طبعا اكيد هتلاقي لو افشنسي والاضافه لو كابيتال كوست. طبعا بعد كده انا عايز لو انا عايز احسب الاريا قلنا لو الدي ده اللي هو بيمثل لي دايمتر اوف روتر او الروتر دايمتر، الاتش ده طبعا الهايت اوف روتر ده بيمثل لي المساحه او الاريا اللي معرض ليها القوه، وعشان كده دايما بنقول ان السافينوس اريا او اللي بتساوي السويبت اريا دايما هي عباره عن الاتش حاصل ضرب الاتش في الدي. ده طبعا بيمثل لي الفي للروتر اللي هي سرعه دوران الروتر، دي الانجلور فيلوسيتي اللي هي الاوميجا، وطبعا الفورس اللي بتاثر على الكونكيف والفورس اللي بتاثر على الكونفكس. طبعا هنا بعد التحليل للسرعه ان عندي مثلا الفي للروتر او سرعه دوران الروتر اللي عباره عن اوميجا في دي، واوميجا طبعا ده اللي هو بيمثل الانجلور فيلوسيتي لسرعه دوران السافينيوس روتر، والدي ده اللي هو المفروض نص كتر او اللي احنا بنقول عليها الار او اللي هو نص كتر الروتر او اللي هو دايمتر اوف سيمي سلندريكال سافينيوس روتر. برضه هنا التي بي سبيد ريشيو اللي هي المفروض عباره عن الفي اللي هي سرعه دوران الروتور على الفي اللي هي الويند سبيد اللي هي سرعه الرياح نفسها، وطبعا ده الكلام ده بيساوي الاوميجا في تي اللي هي فوق على سرعه دوران او سرعه الرياح اللي هي في متر بير سكند. طبعا عشان احسب الباور كوفيشنت او الباور كوفيشنت بالنسبه للسافينيوس تايب هي عباره عن الريشيو ما بين الاكستراكتد باور فروم ذا ويند اللي هي الباور المفروض شغال بيها الروتور على المفروض الافيلبل باور او الثيوريتيكال باور. المفروض الكلام ده بيساوي بي دبليو على البي اي اللي هو المفروض بيساوي التورك في اوميجا، ده الباور اللي ناتجه عن الروتور نفسه على الافيلبل باور اللي هي نص رو في الاتش في الدي، ده الاريا الخاصه بالروتور مضروبه في الفي تاكي، ده الباور كوفيشنت في حاله السافينيوس تايب ويند توربين، ودي اهم المميزات بالنسبه للنوعين الاولانيين.
نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الفيرتيكال اكسس او الهوريزونت سوري الهوريزونتال اكسس ويند توربين، اللي هي التوربينات ذات المحور الراسي، واللي احنا بنقول عليها الويند توربين جنريتور، او بنسمى برضو الايرو توربين او الويند ماشين. دي كلها مسميات لنوع واحد اللي هو الويند توربين جنريتور او الايرو توربين او الويند ماشين، وده الاشهر والاكثر استخداما حول العالم في الايام الحاليه. طبعا هنا في عندي انواع كتيره طبعا من الويند توربين. اول حاجه عندي النوع الاولاني اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو بنسميه السمول ويند توربين، زي ما احنا شايفينه قدامنا، اللي هتلاقي فيه حاجه اسمها الفينتيل، وفي عندي ترانسميشن سيستم، بالاضافه الى الروتور اللي احنا شايفينه قدامنا. طبعا ده الفينتيل. والنوع الثاني اللي هو مش هتلاقيه موجود في الفينتيل، طبعا هنا ده اللي هو قلنا قبل كده واتكلمنا عنه، الاون شور ويند توربين، اللي هي طبعا التوربينات الموجوده على سطح الارض. اما اذا كانت موجوده داخل سواحل البحر او داخل البحار او المحيطات، المفروض ان هي بنقول عليها اسمها الاوف شور ويند توربين، ودي الامثله على الويند توربين. طبعا نيجي بنتكلم بقى على هوريزونتال اكسس ويند توربين، ونقول وات ار ذا ويند توربين، اللي هي ايه هي توربينات الرياح. المفروض ان انا عندي الويند توربين زي عباره عن ديفايس او جهاز او ماشين، المفروض ان هي مسؤوله عندي ان هي بتقوم بتحويل الطاقه الحركيه للرياح، وبتبدا او طاقه الرياح بتبدا تحولها لي لطاقه حركه. طاقه الحركه ديت ببدا ان انا استخدمها بعد كده ان انا ادور التوربين، وبعد كده ابدا ان انا استخدمها ان انا او الحركه او التوربين ده ابدا ان انا استخدمها في توليد الكهرباء. ده اللي هو بنسميها الويند توربينز، واتكلمنا عن الكلام ده وقلناه كتير. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال بعض الاجزاء الرئيسيه اللي احنا بنستخدمها، ان هو بيستخدم الروتور. الروتور ده اللي المفروض ان هو بيمتص طاقه من الرياح، وبعد كده بيبدا ينقلها للمين شافت. المين شافت ده بيبدا بعد كده يحولها جوه للجير بوكس، والجير بوكس ده بعد كده بيبدا ينقلها للجنريتور اللي بيتم من خلاله توليد عمليه الكهرباء. وطبعا اكتر نوع التربين ده ممكن تكون 2 بليدز او 3 بليدز زي ما اتكلمنا عنها في المحاضره الاولى، بس الاشهر نوع عندي هو الثري بليدز. الويند توربين جنريتور يونت او ال WTGS ده اختصار ليها، والويند توربين جنريتور يونت زي ما احنا قلنا هو بيتكون من عده اجزاء معينه، اللي هو الروتور والناسل التاور الفاونديشن، كل الحاجات دي بنسميها الويند توربين جنريتور يونت. في عندي تصطلح تاني اللي هو ويند فارم او الويند انرجي بارك. الويند فارم اللي بنسميها مزرعه الرياح، او الويند انرجي بارك اللي احنا برضو او بنسميها حديقه الرياح، هي عباره عن منطقه زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، بيكون فيها موجود اكتر من ويند توربين جنريتور. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره كده، عندي منطقه او زون، الزون دي ممكن تكون موجوده على الارض زي ما احنا، او في بالقرب مثلا من المدن، او بالقرب من الصحاري، او موجوده بقرب من غابات، ايا كان المكان اللي موجود فيها، او ممكن تكون المزرعه دي موجوده داخل البحر او قريبه من السالي او من السواحل زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. يعني ايا كان المكان اللي فيها، دي برضو بتسمى مزرعه ويند تربن، ودي بتسمى مزرعه ويند تربن لانها بتتكون من اكتر من ويند تربن جنريتور، بالاضافه طبعا للويند تربن جنريتور دي بيبقى موجود في كنترول وحده مثلا، او مكان بيتم فيه التحكم في الطاقه المتولده من خلال مجموعه التوربينات اللي موجوده عندي، سواء بقى كان كنترول روم او مركز بيتم في التحكم فيه من الطاقه اللي بيتم توليدها من خلال المزرعه. وقلنا ان هي تكون اما موجوده على السهل او تكون موجوده داخل المحيطات زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. الحاجه المميزه في قلنا في الويند توربين او الويند توربين او الهوريزونتال اكسس ويند توربين، دايما قلنا لازم على عكس طبعا الفيرتيكال اكسس ويند توربين، قلنا الفيرتيكال اكسس ويند توربين مش لازم تكون مواجهه للرياح، زي مثلا السافينيوس قلنا مش لازم تكون مواجهه للرياح، الرياح سواء جايه من يمين او من الشمال او من الشرق او من غرب، كده كده هيقوم بعمليه اداره للروتور بصوره مباشره. اما بالنسبه للهوريزونتال اكسس ويند توربين هي لازم تكون مواجهه للرياح،
لازم تكون مواجهه لحركه الرياح عشان تبدا تدور وتبدا ان هي تقوم بعمليه توليد الكهرباء. يعني ادي المفروض عند الروتور المفروض الرياح تكون بتتحرك بشكل مواجه للروتور عشان تبدا تقوم بعمليه توليد او تقوم بعمليه الدوران وبعد كده تقوم بعمليه توليد الكهرباء. احنا المفروض بقى في الجزئيه ديت احنا هنتكلم عن البرنسيبال سب سيستم اوف هوريزونتال اكسس ويند توربين. هنبدا نتكلم عن شكل حاجه كده شبه اللي هو ايه الاساسيات او كل جزء موجود في الويند توربينز ده وظيفته ايه او شكله ايه والمفروض ان هو بيكون من ايه. البرنسيبال سب سيستم اوف هوريزونتال اكسس ويند توربين، انا عندي المفروض الاشكال المعتاده او اللي موجوده في الهوريزونتال اكسس ويند توربين، في عندي الشكل الاولاني اللي هو ده اللي احنا شايفينه قدامنا واللي بيكون عندي الفان تيل بيكون في الاخر خالص او من الويند توربين، والفان تيل ده او الويند فان هو مسؤول عن عمليه تحديد الدايركشن بالنسبه للروتور اللي عندي ده، اللي هو الاول بيبدا يشوف الروتور اللي بيشوف اتجاه الرياح فين ويبدا يوجه الروتور اللي احنا شايفينه ده يبدا يوجهه في اتجاه الرياح بحيث ان انا احصل على اقصى او اقصى باور ممكنه من الويند توربين. ده فائده الفانتيل، بالاضافه للحاجه الميزه الثانيه ان هو بيدي ديكوريشن او شكل كده للويند توربين من عند ده، يعتبر شكل من الاشكال. طبعا هنا ده السبورتنج ستراكشر، ده اللي المفروض عليه يتشايل عليه الويند توربين اللي هو العمود اللي احنا شايفينه ده. الفانتيل طبعا موجود، ده الويند ميل هيد ده بنسميه الهيد بتاع الويند ميل اللي موجود جواه طبعا الشافت وموجود جواه الجنريتور والجير بوكس او ايا كان اللي موجود جواه هنتكلم عنه بالتفصيل. وطبعا ده بيمثل لي الروتور او اللي هو البليد بالاضافه للهب اللي احنا شايفينه قدامنا. الاستراكشر الثاني النوع الثاني ده اللي هو بيكون فيه فانتيل او هو بمعنى صح الفانتيل ده او بيكون الحركه فيه بتكون حركه عن طريق كنترول اللي هو بيبدا توجيه الروتور ده في اتجاه الرياح بطريقه اللي هو باستخدام سنسورز وهنتكلم عنها في السلايدات الجايه ان شاء الله في خلال المحاضره. ده اللي هو الشكل الثاني، والشكل الثاني طبعا زي ما احنا شايفين نفس الكلام اللي هو الروتور والهاب الويند توربين الاستراكشر، بعد كده الكنترول بيلدينج الشكل اللي فوق ده او المربع او سوري المستطيل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وده اللي احنا بنسميه الناسل برضه بيكون قوه اللي هو الترانسميشن سيستم، وده طبعا ده بيكون فيه درايف شافت والكابلنج والبيرنج اللي موجوده جواه وهنتكلم عنها برضو. بعد كده في عندي المفروض الشافت ده متصل في اخر حاجه بالالكتريكال جينيريتور. ده يعتبر هو الشكل اللي هو بالنسبه لللارج ويند توربينز اللي بتبقى موجوده بصوره داخل مزارع الرياح، اما ده اللي هو دايما بيكون في السمول ويند توربين زي ما احنا شايفين حجمه الصغير. ايه بقى المين اوبشنز بعد المين اوبشنز ان ويند ماشين ديزاين اند كونستراكشن؟ ايه هي المواصفات الاساسيه اللي انا باخدها دايما في حاله ان انا لما بقوم بعمليه تصميم للويند توربين؟ يعني ايه هي الحاجات اللي بتتاخد في الاعتبار اثناء عمليه الديزاين بالنسبه للويند توربين؟ اول حاجه عندي هي النمبر اوف بليدز كومنلي، واللي هي طبعا غالبا بتكون 2 او 3، اتكلمنا عن الكلام ده في المحاضره الاولانيه. بعد كده الروتر اورينتيشن، هل هو داون ويند ولا اب ويند اوف تاور؟ يعني المفروض عندي نوعين من الاورينتيشن بالنسبه للداون ويند، الاب ويند ده بيكون في اتجاه الرياح، والداون ويند ده بيكون يعني ايه واخد جنب كده من الرياح زي ما احنا شايفينه ده اتجاه الرياح، وتلاقي الروتور دايما واخد في اتجاه جانبي كده من الرياح، وهنتكلم عن النوعين دول في السلايد الجاي. بعد كده في عندي البلايد ماتيريال والكونستراكشن ميثود اند بروفايل، الكلام ده طبعا اتكلمنا عنه في المحاضره السابقه اللي هو تاثير البلايد وشكلها اتكلمنا عنه. الحاجه الثالثه الهاب ديزاين، هل هو ريجيد ولا ايترنج ولا هنجد، يعني ايا كان الهنجد اللي هي النوع هل هو مثلا صلب جامد ولا هل هو تيترنج يعني متارجح ولا هل هو راكب على انفصالات، يعني ده هنتكلم عنه. بعد كده برضو الباور كنترول فيا ايروديناميك كنترول، يعني اللي هو التحكم في الباور اللي ناتجه عن
الويندو توربين هل بيتم التحكم فيها عن طريق الستايل كنترول، ونعرف يعني ايه ستايل كنترول، ولا الفاريبل بيتش بليدز او البيتش كنترول برضه هنعرف ايه هو في السلايد الجاي او السلايدات الجايه. بعد كده الفيكسد والفاريبل روتور سبيد اللي هو هل السرعه ثابته ولا متغيره، لان الكلام ده بيأثر معايا في الجنريتور. بعد كده برضو الاورينتيشن باي سيلف الايند، هل هو فري ياو ولا اور دايركت كنترول اكتيف ياو. الفري ياو اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الفان تيل، هل ده بنسميه الفري ياو ان هو بتسيبه كده معرض للهواء منه نفسه، هو يبدا ان الروتور يبدا او الفان تيل ده يبدا يحرك الروتور على حسب اتجاه الرياح، يمين يتحرك يمين، اتجاه الرياح شمال يتحرك شمال، يعني بتسيبه مع نفسه. او انا بركب حاجه اسمها اكتيف ياو، هو انت بقى بتبدا او بتبدا اللي هو من خلال سنسور يبدا يتحرك هو او يحرك الناس ده من خلال سنسور يبدا يتحرك في اتجاه الرياح، وهنشرح الكلام ده. بعد كده برضه السنكرونس اور اندكشن جنريتور برضه هنشرح الكلام ده. السنكرونس او اندكشن اللي هو الجنريتور اللي عندي ده مولد حسي ولا مولد متزامن. الحاجه الاخيره طبعا اللي هو الجير بوكس، هل ولا في دايركت درايف جنريتور، هل ده انا عندي في جير بوكس موجود عندي في الدايره ولا المفروض الروتر متوصل مباشره مع الجنريتور، برضه هنتكلم عن الكلام ده. طبعا الجزء ده بيوضح لي كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، بيوضح لي البليتس والهاب، وطبعا ده الاجزاء الرئيسيه للجنريتور. لا طبعا هتلاقي عندك هنا ده المين شافت او بنسميه اللو سبيد شافت اللي هو بيبقى متصل بالروتور، وفي عندي الهاي سبيد شافت اللي هو متصل بالجنريتور، ده اللي هو الجنريتور مباشره ده بنسميه الهاي سبيد شافت. في عندي الجير بوكس، وفي عندي الياو سيستم. الياو سيستم اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو مسؤول عن دوران الناسل ده يمين وشمال في اتجاه الرياح، وهنتكلم عن الكلام ده بيه في التفصيل. بعد كده في عندي حاجات الخاصه بالكنترول باور الكترونيك سيستم، ده اللي هو المسؤول الكنترول باور سيستم ده اللي هو مسؤول عن التحكم في الباور اللي بيتم توليدها من خلال الويند توربين، وهنتكلم عنه برضه. اول حاجه عندي احنا اتكلمنا عنها، في عندي الاب ويند ماشين والداون ويند ماشين. الاب ويند ماشينز من ذات اللي بنسميها هاف روتور فيسنج زاوية، قلنا الاب ويند ماشين لازم دايما تكون مواجهه لطاقه رياح زي ما احنا شايفين الروتور اللي قدامنا ده، وده غالبيه الويند توربين او اللي شغاله حاليا شغاله على هذا النوع اللي هو بنسميها الاب ويند روتور. هتلاقي الروتور عندك مواجه دايما للويند توربين او الويند دايركشن. مميزات هذا النوع ان المفروض ان الشادو اللي او الظل اللي بيتكون للبليتس ديت دايما بيتكون خلف الويند توربين، لان الشادو لو اتكون امام الويند توربين ده بيسبب لي نوع الديستربنس يعني للرياح اللي المفروض جايه على الويند توربين، وده بيؤدي الى حدوث ديستربنس او اللي هو فلكتويشن للباور اللي بيتم توليدها من التوربين، وبالتالي هياثر هيعمل حاجه زي فتيج على الاليمنت او الميكانيكال بارتس المفروض بتتحرك داخل الويند توربين اذا كانت الباور متولده بسرعه متغيره. فالفيزا الاساسيه في النوع ده ان الشادو دايما بيتكون خلف الويند توربين، ففي الحاله ديت ما بيكونش عندي فيه فلكتويشن في الباور. وعشان كده بنقول ان الغالبيه العظمى من الديزاينز او اللي موجوده في الويند توربين موجوده في او موجوده او اللي بيتم او اللي شغاله حاليا بتكون دايما اب ويند روتر. اهم حاجه او ذا بيزك دروباك اللي هي طبعا بنقول الديس ادفانتج بالنسبه للنوع ده ان البليد دايما بتقول بيتم تصنيعها انفليكسبل. انفليكسبل ليه؟ عشان طبعا هي دايما موجهه للويند توربين، عشان كده لازم تتحمل اللود اللي جاي من سوري مواجهه لطاقه الرياح او لحركه الرياح، عشان كده لازم تكون دايما بيكون انفليكسبل، والمفروض ان هو بيتم وضعها على بعد مسافه معينه من الروتر زي ما احنا شايفين كده، لازم تكون على بعد مسافه من الروتر، لان المفروض الويند دايركشن او الحمل بتاع الرياح لما بيجي ياثر عليها بيبدا يحصل فيها عمليه بيندنج. لو انت مش باعد الروتر ده عن التاور بمسافه
كافيه، ممكن الروتر ده يبدا ان هو او ممكن الروتر او البليدز تبدا ان هي تخبط في التاور او البرج اللي هو المفروض شايل الويند توربين اللي عندي ده. طبعا العمليه ديت عشان خاطر اصمم الروتر ده بعيد عن التاور، ده بيزيد في عمليه التكلفه، بالاضافه طبعا ان انا عندي انفليكسبل برضو اللي هي التصنيع الريشه نفسه بيكلف معايا، لانها طبعا بتكون انفليكسبل. الحاجه الثانيه برضو ان النوع ده المفروض ان هو الروتر ما دام هو مواجه لحركه الرياح، ان هو المفروض ان هو بيتحمل لود، اللود ده بيبدا يضغط برضو على الناس اللي بيبدا يضغط على التاور، فدي كلها احمال المفروض ان هو بيشيلها الروتر بضمن المواجهه. الحاجه الثانيه برضو بالنسبه لي يعتبر برضو عيب في احد الـ او الـ او الديس ادفانتج اللي موجوده بالنسبه للنوع ده، اللي هو دايما ان هو محتاج ياو، اللي هو الياو ده اللي هو المفروض محتاج ميكانيزم عشان يبدا يوجه لي الروتر في اتجاه الرياح. يبقى ان اديشن تو اب ويند ماشينز المفروض هو بيحتاج ياو ميكانيزم عشان يبدا يوجه لي الروتر ده عشان يبدا يواجه الويند توربين. النوع الثاني اللي هو الداون ويند ماشين، اللي هو طبعا ده قلنا الداون ويند ماشين ان المفروض ان الروتور بيبقى واخد جنب كده من اتجاه الرياح، يعني ما يكونش مواجه للرياح، وعشان كده دايما الظل بتاع الروتور اللي احنا شايفينه ده بيبدا يكون موجود في اتجاه الرياح اللي هو الاتجاه الشمال الصوره. طبعا الظل ده او ظل البليدز ده بيبدا يخلق نوع زي ما احنا قلنا، بيبدا يخلق نوع من ديستربنس بالنسبه للويند تربن، اللي هو بتبدا بعد كده بيعمل لك فلكتويشن او اهتزازات في الباور اللي بيتم توليدها، وده بيؤدي الى حدوث نوع من الفتيج او الفتيج لودز على التوربين المكون اللي متكون عندي. طبعا بس ده ما بيقولش ان هو له مميزات او ما بينكرش ان هو له مميزات. الميزه الاساسيه طبعا النوع ده ما بيحتاجش ياو او ما بيحتاجش ميكانيزم عشان يدوره، لان انا كده كده بالفعل حاطه في اتجاه اللي هو جانبي من اتجاه الرياح. النوع الحاجه الثانيه ان الروتور مصنوع من ماده فليكسبل، عشان كده لما بتقوم الرياح بيبدا يحصل فيه عمليه انسناء في الروتور. الانسناء اللي بيحصل ده اللي هو بيبدا يقلل لي اللود اللي هو موجود على الروتور نفسه، يعني اللي هو يعني الريش دي بتبدا تتحمل جزء من الرياح اذا قامت الرياح بسرعه عاليه، ان هي بتبدا ان هي تتحمل شويه من اللود اللي بيبقى موجود على التوربينه نتيجه الانحناء اللي بيحصل في التوربين او في البليدز اللي موجود عندي. طبعا هنا قلنا ان هو البليدز طبعا هنا في حاله لما يكون عندي هاي سبيد اللي هو المفروض ان هي بتاخد بارت من اللود اللي المفروض متحمل على التاور نتيجه عمليه الانحناء ده، اما هنا طبعا المفروض ان اللود كله لو اي لود جاي على الروتور المفروض ان هو كله بيتحمل على التاور. هنا بتستحمل الريش هنا بتستحمل لود من اللود اللي هو المفروض على ان انت قللت اللود اللي موجود على التاور. ده بالنسبه للداون ويند والاب ويند ماشين. نيجي بقى للسيستم الاساسي اللي هو المفروض عندي او المكون عندي للهوريزونتال اكسس ويند توربين. هتلاقي عندك فيه حاجات اساسيه، عندي مثلا الروتور، الروتور ده بيمثل الهاب اللي احنا شايفينه قدامنا ده بالاضافه للبليد، يبقى الهاب والبليد مع بعض بيسمي لي الروتور. الحاجه الثانيه اللي هو الدرايف ترين وهنتكلم عنه بالتفصيل في السلايدات اللي جايه. عندي بعد كده الدرايف ترين، الدرايف ترين ده بيشمل اي حاجه بتدور جوه الناس اللي احنا شايفينه او داخل المستطيل اللي احنا شايفينه ده، اي حاجه بتدور جواه ده احنا بنقول عليها الدرايف ترين، سواء بقى ان كان بيرنج او كابلنج او شافتس او جير بوكس او الجنريتور، اي حاجه جوه بتدور داخل الناس اللي ده بنسميها الدرايف ترين، نتكلم عنه برضو. بعد كده عندي الناس اند ذا مين فريم، الناس ده اللي هو الجزء اللي بيحتوي الاجزاء الدواره، يعني بالاضافه يحتوي على البريك والجير بوكس والجنريتور والحاجات دي. الحاجات دي انه اولا بنسميه زي هاوسنج، بيحمل كل الحاجات دي او بيغطي كل الحاجات دي وبيحميها وبيحافظ عليها، بالاضافه طبعا الى الياو سيستم، اللي هو الياو سيستم ده اللي هو المسؤول عن دوران التوربين نفسه في اتجاه اليمين او الشمال على حسب اتجاه الرياح. بعد كده عند التاور والفاونديشن، التاور ده اللي هو الاستراكشر وهنتكلم عنه بالتفصيل. الفاونديشن ديت اللي هو الاساسات اللي انا
مفروض بثبت عليها التاور والويند توربين. الماشين كنترول اللي هو الاجهزه الكنترول اللي انا بستخدمها عندي، اللي احنا قلنا عليها في السلايد اللي فات، اللي بيتم فيها التحكم ازاي بتحكم في الويند توربين، سواء بقى من خلال عملها او من خلال تحديد درجه الحراره او تحديد سرعه الرياح وهكذا. بعد كده عندي البالانس اوف الكتريك سيستم. البالانس اوف الكتريك سيستم ده اللي هو مسؤول عن التحكم في الالكتريستي او الكهرباء اللي بيتم توليدها من خلال التوربين. هل انت بتوصلها مباشره على النتورك جرايد اللي هي المفروض الشبكه العموميه، ولا بيتم تخزينها في خلال باتريز في خلال البطاريات ايا كان؟ وده طبعا بيشتمل طبعا هي الكابلات والسويتش جير والترانسفورمرز المحولات. لو انت عايز تحول، لو مثلا عندك التوربين بيحول دي سي، انت عايز تحول الاي سي او الاي سي دي سي، ايا كان اللي انت عايز تعمله. بعد كده الالكترونيك باور كونفرتس اللي هي طبعا اللي هي الكونفرتس اللي هي المحولات اللي احنا او اللي احنا اتكلمنا عنها، لتحويل الكارنت او تغيير في الفولتج ايا كان اللي انت عايز تتحكم فيه. ده بيتم من خلال البالانس اوف الكتريكال سيستم. ده يعتبر الحاجات الاساسيه المكونه للبرنسيبال سب سيستم، وهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل اللي عندي. طبعا هنا هتلاقي هنا بريك وجير بوكس وجنريتور وانوميتر، كل الكلام ده هنتكلم عنه بصوره تفصيليه. بالبدايه خالص اول حاجه عندي هي الفاونديشن. الفاونديشن دي اللي هي الاساسات اللي احنا المفروض عندي بيتم من خلالها او بيتم من خلالها تثبيت التاور فيه. الفاونديشن للويند تربين طبعا لازم تتكون من الكونكريت، او في الغالبيه لو انت عندك الويند توربينز ديت موجوده على الارض او سطح الارض ديت، لو بنسميها الاون شور ويند، لو زي ما سميناها الاون شور ويند توربين، ده بيتم تصنيعها من رينفورس كونكريت، ولازم نستخدم فيها الاستيليال، بنسميها الخرسانه المسلحه زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور. طبعا شكل الخرسانه المسلحه دي بيختلف من توربين لغيره، ده على بيعتمد على اولا طبيعه الارض طبعا، اللي هو طبيعه الارض اللي بيتم انشاء التوربين خلالها. الحاجه الثانيه سرعه الرياح في المكان ده شيء طبيعي جدا، يعني الكونديشنز اللي بيتم فيها، اللي هي نوع التربه اللي انت بتصمم فيها، سواء تربه رمليه، تربه طينيه، تربه جبليه، ايا كان الحاجه اللي فيها. بعد كده بقى قوه الرياح في المكان ده، لازم تكون عارف قوه الرياح كويس جدا، عشان وحاسب اللودز اللي ممكن تتعرض لها الويند توربين، عشان تبدا من خلالها تعمل الفاونديشنز دي. لان لو الرياح بسرعه عاليه ممكن تقلع لك التوربين نفسه من الارض بالفاونديشن اللي انت مثبته عليه، لو انت مش مثبته بطريقه قويه وعامل له حسابات كويس. يبقى اهم حاجه عندي دايما كنت اعتمد على السويل والسترينث اوف ويند ماتيريال. وطبعا في اهم شيء بالنسبه لي ان انت لازم تصممه بصوره مناسبه للبيئه، وبالنسبه لللود، وبالنسبه لطاقه الرياح، لازم يكون حاجه عندك مظبوطه، عشان المفروض الاستراكشر اللي عندي ده او الفاونديشن ده بيتحمل حاجتين. اولا فيرتيكال لود، الفيرتيكال لود ده اللي هو اللود الرأسي، وده اللود الناتج عن وزن التوربين نفسه، وزن الروتور، وزن البليد، وزن الشافت مع الجير بوكس مع النسل، كل الكلام ده بنسميه فيرتيكال لود. اللود اللي هو الهوريزونتال هو اللود بتاع التوربين بتاع الرياح نفسه، يعني حمل طاقة الرياح نفسها. فلازم الفاونديشن تكون مصممه بصوره مظبوطه عشان خاطر تتحمل التو لود، سواء بقى الفيرتيكال لود ده من التوربين او الهوريزونتال لود اللي هو المفروض جاي من قوه الرياح نفسها. ده بالنسبه للاونشور اللي احنا اتكلمنا عنه. بالنسبه للاوفشور ويند توربين طبعا لها طرق مختلفه في عمليه التصميم. في عندك مثلا النوع الاولاني، في عندك الجرافيتي بيز زي ما احنا شايفين، برضو بيتم من خلال سواء بقى من تصميمه من خلال الكونكريت زي ما احنا شايفين. النوع الثاني اللي هو السكشن باكيت مونوفايل، ده طبعا من خلال استخدام الستيل مع كونكريت نفس الوقت. في عندنا المونوفايل زي ما احنا شايفين، ده عباره عن حاجه زي عمود بيتم تثبيته في رياء، زي حاجه كده شبيهه بال اللي بيتم تصميمها في العمارات اللي بتكون ذات ارتفاع عالي. النوع التالي اللي هو الترايبود زي ما احنا شايفين، بيبقى عباره عن اللي هو ثلاث ارجل زي ما احنا شايفين، وبيتم تثبيتهم. في حاجه ثالثه اللي هو الجاكيت، والجاكيت ده عباره عن لاتكس اللي هي بيعتبر عن شبكه او جمالونات زي ما احنا شايفين، وبيتم تثبيتها فيه. ده بالنسبه للاوف شور ويند توربين، طبعا بتختلف عن الاون شور في السلايد اللي فات.
بعد كده في عندي التاورز. التاورز ده بقى اللي هو يعتبر الاستراكشر اللي هو المفروض مصمم عشان يبدا ان هو يحمل او يشيل الروتيتنج بليدز اللي هي المفروض الريش الدوارة او يبدا يشيل التوربين نفسه. طيب بالنسبه لي التاور او الاستراكشر طبعا ده بيتم تثبيته او تصميمه باي حاجه، لا كل حاجه برضو ليها حاجتها. على سبيل مثلا ان انا عندي ان هو دايما ان الاستراكشر ده بيبدا مصمم في المقام الاول، قلنا عشان حاجتين اللي هو لازم يواجه او ويزستاند ذا ويند لودز اللي هو لازم يكون مقاوم لاحمال طاقه الرياح، تمام، او اللي هي برضو اثناء حدوث هبوب الرياح او اثناء حدوث عواصف، دي رقم حاجه. اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو يبدا يشيل اجزاء التوربين نفسه سواء بقى ان كان البريدز او الهاب او الناسل او الشافت بما يحتوي بقى طبعا من الاجزاء الرئيسيه، يبقى هو المفروض عشان يشيل، والحاجه الثانيه عشان يتحمل اللود اللي المفروض جاي من الرياح. ده بالنسبه لي التور. التور طبعا هنا بالنسبه لي الهايت و عشان نوع التاور والهايت او التصميم بتاعه، وده بيعتمد على حاجتين. اولا على الكوست والترانسميشن سيستم، يعني بيعتمد على تكلفه التاور نفسه، هل هو التكلفه بتاعته مناسبه ولا مش مناسبه. الحاجه الثانيه الترانسميشن سيستم اللي هو طبعا احنا اتكلمنا عنه اللي هو الترانسميشن سيستم ده يعتبر الجزء اللي فوق ده، يعني ده كله النوع التاور نوعه وارتفاعه، ده كله ده بيعتمد على الحاجتين اللي هو التكلفه اللي احنا هنصمم بيها، الحاجه الثانيه الترانسميشن سيستم. طيب انا عندي انواع او اربع انواع اساسيه من التاور. اول حاجه عندي النوع الاولاني اللي هو تيوبولار ستيل تاور، اللي هو طبعا مصنوع من انبوب من الستيل. طبعا ده الانبوب من ستيل، وده طبعا في الغالب بنستخدمه مع اللارج ويند توربين. النوع الثاني اللي هو تيوبر الكونكريت اللي هو مصنوع من الخرسانه المسلحه زي ما احنا شايفين، طبعا بيستخدم في اللارج ويند توربين. النوع الثالث اللي هو عندي اللي هو طبعا اللي هو التاور الشبكي او البرج الشبكي او اللي هو بنسميه الجمل في حاله بعض الحالات بيسموه الجملون زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، اللي هو عباره عن اربع او ثلاث قوائم والمفروض ان هو بيتكون شكل شبكه او شكل الجملون. النوع الثالث اللي هو الثري ليجد تاور اللي هو التاور بيكون من ثلاثه ارجل زي ما احنا شايفين. النوع الثالث اللي هو او الرابع الاخير عندي جاي وايرد بول تاور اللي هو عندي تاور مصنوع من الستيل وبيبدا ربطه او بتربطه عن طريق باستخدام اللي هو الوايرز زي ما احنا شايفين. الوايرز دي بتبدا ان هي تستخدم عشان خاطر كدعامه او كتثبيت للتاور اللي عندي. طبعا النوعين دول بيتم استخدامهم في اللو ويند توربين بالاضافه للاتكس، اما اللارج ويند توربينز او كين دايما يا اما تتم تصنيعها من الكونكريت او الستيل تيوبر. ارتفاع التاور في الغالب او التاور هايت ده لازم يكون واحد لواحد ونص تايم للروتر دايمتر، بشوف الروتر دايمتر عندي قطره كام ولازم يكون الارتفاع ده يا اما واحد يا اما واحد ونص او ارتفاع ونص. طب في الحال اما في الحاله الاساسيه بقى او في اي حاجه المفروض ان هو ما يقلش عن 20 متر، ويفضل ان هو يكون من 40 ل 100 متر. طيب يبقى ارتفاع التاور ده يفضل ان هو يكون من 40 ل 100 متر في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما يقلش عن 20 متر، ولما دي كصناعي اما بيكون من 1 ل 1 ونص متر، ل 1 ونص متر الروتر دايمتر. طب ايه هي بقى خصائص التاور اللي المفروض ان انا اعمله؟ تمام. اولا حاجه سبورت ذا ويند بيزد تربين، اولا لازم يكون داعم او للي الويند تربين اللي هو قادر ان هو يشيل الويند تربين اللي عندي ده، دي رقم واحد اللي هو دي رقم واحد. الحاجه الثانيه هاندلز فايبريشن اوكيود، يعني في نفس الوقت ان هو قادر على امتصاص الاهتزازات اللي ممكن تحصل اثناء عمليه الدوران. الحاجه الثالثه اللي هو ويذر ريزيستنس اللي هو يكون مقاوم للطقس، مقاوم للطقس بقى اولا مقاوم لقوه الرياح اللي ممكن تقوم في المنطقه دي رقم واحد، ما يحصلش فيه بيندنج او يحصل فيه عمليه ميلان، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه مثلا مقاوم للعوامل الجويه سواء بقى الرطوبه او ممكن عشان ما يحصلش فيه صدأ اذا كان من نوع الستيل او يحصل فيه اي نوع من انواع الاتلاف
لان ده طبعا ممكن يؤدي الى حدوث ميلان او حدوث انهيار للويند توربان اللي عندي. طبعا استخدام كل نوع من الانواع دي بيعتبر له استخداماته، سواء بقى هنا في الحاله لارج ويند توربينز او السمول ويند توربينز، او النوع ده مثلا ما ينفعش ان انا استخدمه في اماكن يكون فيها حركه كتير، او زي مزارع مثلا، زي مزارع الحيوانات مثلا، ما ينفعش تستخدم فيها النوع ده، لان الوايرز ديت بمجرد ما اي حاجه بيتعرض لها لو هي مش مثبته بصوره كويسه بتبدا ان هي تنقطع، وده طبعا ممكن يسبب لي انهيار للويند توربين اذا كانت سرعه الرياح عاليه او في حاله حركه. نيجي بقى للنوع الثاني او الحاجه اللي بعد كده هو الروتر. والروتر طبعا احنا قلنا هو بيتكون من حاجتين، سواء من البليد ومن الهب. النوع عندي البليد اللي هو 3 بليدز بالاضافه للهب اللي هو المفروض رابط الثلاث او الاربع الجزئين اللي هو البليدز و3 بليدز بالاضافه للهب اللي عندي، ده اللي احنا بنقول عليه اسمهم الروتر. والروتر ده المفروض بيكون كونكتد ذا هاي سبيد روتيتنج بليد. اولا هو متصل بالبليد، والمفروض ان هو وظيفته الاساسيه ان هو بيحول لي الحركه الافقيه للرياح اللي هي المفروض بتتحرك بشكل افقي، تمام، بيحولها لي روتيشنال فورس، يعني بيحول لي الفورس سوري الهوريزونتال او الهوريزونتال موفمنت، او سوري الحركه الافقيه اللي هي الهوريزونتال موفمنت للويند، بيحولها لي الروتيشنال فورس اللي هي المفروض الروتيشنال فورس ديت بعد كده بيبدا ينقلها للو سبيد شافت او المين شافت، وبعد كده بيبدا يحولها للجنريتور اللي هو الهاي سبيد شافت، بيبدا بعد كده يولد لي الكهرباء. ده الوظيفه الاساسيه للروتر اللي عندي. وقلنا ان الروتر اللي عندي ده بيتكون من حاجتين اللي هو الهاب والبليدز. وطبعا قلنا البليدز في الغالب يا اما يكون 2 او 3، بس في مودرن او غالبيه المودرن ويند تربين كلها بتشتغل على اس 3 بليدز، تمام. طبعا احنا اتكلمنا عن البليدز المحاضره اللي فاتت وقلنا فيها كلام كتير، وقلنا غالبيه البليدز دي دايما مصنوعه من الكومبوزيتس ماتيريال اللي هي مواد مركبه، والغالبيه العظمى بتبقى البرايمري فايبر جلاس رينفورسد بلاستكس اللي احنا اتكلمنا عنه، وممكن يخش فيها الوود ايبوكسي اللي من شرايح من الوود، وبرده كلام ممكن يخش فيها شرايح من الكربون زي طبعا ما شرحنا في المحاضره السابقه. طبعا هنا زي هنا بيوضح لك ان الروتر هو عباره عن البليدز بالاضافه للهب، ده بيوضح لك الويند دايركشن، والمفروض ان هو بيحول لي اتجاه الرياح، بيحول او الحركه الافقيه للرياح دي حركه دورانيه عشان بعد كده ينقلها للشافت، والشافت يبدا بعد كده يتصل ينقلها لللو سبيد شافت، بعد كده يحولها للهاي سبيد شافت اللي هو بعد كده بيدور الجنريتور يبدا عمليه توليد الكهرباء. نيجي بقى للهب. والهاب عندي او الهاب عندي في ده الجزء اللي احنا جزء من الروتور اللي احنا شغالين عليه، والمفروض ان الذهاب اوف ذا ويند تربين از ذات ذا كومبوننت ذات كونكت ذا بليد. طبعا هو الوظيفه الاساسيه قلنا ان هو بيربط اللي بيتم فيه ربط البليدز، تمام، وبعد كده هو متصل بالمين شافت، وبعد كده بيبدا يحول الحركه بتاعت البليدز للمين شافت. طبعا هنا الهاب هو وظيفته الاساسيه ان هو بينقل او ترانسميتس اند ماست ويز ستاند اول لودز جنريتد باي ذا بليدز. طبعا هو المفروض ينقل اللود اللي هو موجود على البليد، وفي نفس الوقت اللي هو المفروض ان هو يستحمل كل اللودز اللي المفروض جاي من البليد. الميزه الاساسيه طبعا او الصفه الاساسيه للهابس ديت ان انا عندي في ثلاث انواع من الهاب. في عند الريجيد هاب ده اللي هو الهابس اللي احنا بنقول عليه هابس جامده او صلبه او اللي هي فيكسد هي ثابته. النوع الثالث اللي هو النوع الثاني اللي هو التيترنج هابس اللي هو بنقول عليها ايه متارجحه او حاجه زي كده متارجحه. النوع الثالث اللي هو الهينجد بليتس اللي هو بتبقى راكبه على مفصل. النوع الاولاني اللي احنا شايفينه ده الريجيد زي ما احنا شايفينه طبعا هنا بالنسبه لي ده اللي هو النوع اللي مستخدم في الثري بليتس اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايدات اللي فاتت، او الهاب اللي احنا شفناه في السلايدات اللي فاتت اللي هو شبيه بالهاب ده اللي احنا بنقول عليه الريجيد.
ده اللي هو بنسميه الريجيد. في الحاله دي طبعا في الريجيد ده بيتم تثبيت البليدز او اللي احنا فيه في الهاب اللي احنا شايفينه ده عن طريق المسامير بصوره محكمه، بحيث ان البليدز اللي تتحرك يمين ولا شمال ده نوع، يبقى البليدز بيتم تثبيتها فيه بصوره محكمه في قلب الهاب اللي احنا شايفينه ده بصوره محكمه، بحيث ان هي لا تتحرك يمين ولا شمال عشان تبدا تواجه البين. ده نوع. النوع الثاني منه اللي هو الريجيد اند بيتشنج، وده بيتم تثبيت فيه برضه البليد، بس في نفس الوقت البليدز دي بتبقى راكبه على ميكانيزم بحيث ان هي تتحرك تلف في يمين او شمال، اللي هو دي بنسميها البيتشنج كنترول، وهنتكلم عنه بالتفصيل. فاحنا عندنا نوعين من الريجيد، اللي هو ريجيد فيكسد ثابت، وفي ريجيد تاني اللي هو في فيكسد بليد، وفي النوع التاني ريجيد بيتشنج اللي هو البليد عندي بتتحرك يمين وشمال. والبليدز دي بتتحرك حوالين محورها، اثناء الحركه ديت لو اتحرك يمين وشمال دي بتغير ليفت والدراج فورس اللي اثناء مقاومه الرياح، واثناء تغيير فوكس الليفت والدراج فورس ده معناه ان انت بتقلل وبتزود الروتيشنال سبيد، وبعد كده ببدا اتحكم في الباور من خلال البيتشنج زي ما هنعرف فيما بعد. فده يعتبر البليد. طبعا ده يعتبر هو اشهر الانواع استخداما بالنسبه للانواع اللي عندي دي. ده اللي هو الريجيد هاب، وطبعا ده اكثر نوع مثال. وده وفي الحاله دي طبعا بنقول ان الريجيد هاب ده بيقول ماست بي سترونج انف، لازم يكون قوي بنسبه كافيه عشان يبدا ان هو يستحمل كل الاحمال عليه، لان طبعا هو مثبت بصوره مباشره مع البليدز، فاي حمل على البليدز هو المفروض ان هو بيتنقل ليه، فعشان كده لازم دايما يكون مقاوم لكل الاحمال اللي هو ممكن يتعرض عليها عند عمليه التصميم. وطبعا ان هو البليدز دي طبعا لو انت عندي راكب ياو سيستم، الياو سيستم طبعا هنا بيحرك يمين او شمال، المفروض طبعا ده المفروض ان الهاب ده بيبدا لو انا بحرك الياو يمين او شمال، ده ممكن انا اخفف او ازود الحمل عليه عن طريق الياوينج او عن طريق حركه الياوينج زي ما احنا هنشوف برضو في السلايدات القادمه. النوع الثاني اللي هو التترنج هابس، النوع ده قلنا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو متأرجح، متأرجح زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده بنسميه تيترنج هاب. في الغالب هو بيستخدم مع التو بليدز، او في الغالب بيتم استخدامه مع التربينات اللي هي بتشتغل على التو بليدز. وطبعا بالنسبه لعمليه التأرجح ده، ان هو كل ما بتقوم زي سرعه الرياح بتلاقي ان البليدز اللي عندي بيحصل فيها عمليه اهتزازات او فايبريشن، اللي هو بنسميه دي، فعشان كده دي بنسميه التيترنج او متأرجحه. هتلاقي النوع ده متواضح هنا في النوع ده اللي هو رقم تترنج اللي احنا شايفينه ده. بالنسبه لعمليه التترنج ديت، هي الفايبريشنز دي بتقلل اللودز اللي موجوده على التاور اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بس طبعا ديت لو انا عندي سرعه الرياح عاليه وحدوث هيؤدي لحدوث فايبريشنز او اهتزازات كبيره، فلذلك دايما بيتم تركيب حاجه زي دامبرز او عشان تبدا تمتص الاهتزازات ديت، عشان ممكن لو الرياح عامل بسرعه كبيره ممكن ان هي تؤدي لحدوث انهيار للتوربين اللي عندي. النوع الثالث اللي هو الهنجد او الهنجد هاب، اللي هو المفروض ان هو بيركب على مفصله زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هتلاقي الهاب عندك ده، والبليد اللي انت شايفينها ديت بتتصل بتتصل بالهاب زي ما احنا شايفين كده عن طريق مفصله. هتلاقي الريشه بتروح يمين وشمال، يعني بتبقى راكبه على مفصله بتبدا ان هي تتحرك يمين وشمال عادي ما فيش مشكله. طبعا السرعه العاليه ما بتحسش ان الريشه، بتحس ان الريشه ثابته، اما لو السرعات منخفضه ممكن يحصل عمليه ان تلاقي ان الريشه بيحصل لها عمليه ميل لانها تعتبر راكبه على مفصله، لذلك دايما بيحتاج لدعامات عشان خاطر في حاله السرعات المنخفضه الريشه ما تملش. طبعا الهنيش ده يعتبر بيجمع مميزات ما بين الرينجد وما بين التترنج هاف، وطبعا في الغالب برضه بيتم استخدامه مع التو وين او في الغالب مع التو بليدز روتور او الروتور اللي بيشتغل عن طريق الرشتين.
بعد كده طبعا عندي في الدرايف ترين، والدرايف ترين ده الجزء برضه عندي من جزء من اجزاء الويند توربين، وقلنا ان الدرايف ترين ده بيحتوي على اي جزء بيدور جوه الويند توربين. ايه هو اللي بيدور جوه الويند توربين بعيدا طبعا عن الروتر وبعيدا عن الهاب؟ اي حاجه زي مثلا المين بيرنج، المين شافت، الجير بوكس، البريك، الهاي سبيد كابلنج، طبعا اللي هو اللوكيش، طبعا هنا الهاي سبيد كابلنج او اللي بنسميه الهاي سبيد شافت، الجنريتور، دي كلها بنسميها، او الجير بوكس، كل الكلام ده او الاجزاء اللي متحركه جوه الناسل او جوه الجزء بتاع التربيع ده بنسميه الدرايف ترين. زي ما هاي سبيد شافت كل الكلام ده، او البيرنج والكابلنج والبريك، كل الكلام ده يعتبر هو ده بنسميه الدرايف ترين. تمام. الدرايف ترين ده المفروض ان هو بيتم تصميمه يعني في الغالب، او الاجزاء الميكانيكيه اللي بيتم تصميمها زي بالظبط الاجزاء او الاجزاء الميكانيكيه او الماكينات الميكانيكيه او الاجهزه الميكانيكيه بيتم تصنيعها بالظبط كتيبيكال للاجهزه الميكانيكيه العاديه. يعني جميع الاجزاء ديت بيتم تصميمها زي بالظبط او زي بالظبط الاجهزه الميكانيكيه العاديه او الجنريتورز العاديه او الكابلنج العاديه، الا ان في حاله الويند توربين بيبقى ليها خواص منفرده. ليه خواص منفرده؟ لان طبعا المفروض ان الويند توربين دايما معرض لفاريبل لودز، ليه لود متغير نتيجه طبعا لتغير سرعه الرياح. فلذلك الحاجات او الاجزاء الدوارة دي متعرضة لفتيج باستمرار، او تلاقي بفتيج لود مستمرار، اللي هو فعشان كده دايما بتحتاج سبيشال في عملية الديزاين، او يعني بتحتاج خواص معينة في عملية التصميم بالنسبة لي، بتبقى لها سبيشال كونسيدريشن زي ما احنا بنقول بالنسبة للويند توربين. نيجي بقى لحاجة مهمة أساسية بالنسبة لي اللي بيحتوي عليها الدرايف ترين، اللي هو الجير بوكس. والوظيفة الأساسية بالنسبة للجير بوكس كان اللي بستخدمه، الوظيفة الأساسية بالنسبة للجير بوكس إن هو أولاً زيادة معدل السرعة من اللو سبيد شافت، اللي هو الشافت اللي هو المفروض داير على او اللي متوصل بيه الروتور، لان طبعا ده بنسميه لو سبيد شافت لان هو بيدور بسرعة بتتراوح من 30 ل 60 ار بي ام، وممكن تكون اقل، يعني من 30 ل 60 ار بي ام ده الرينج اللي هو الكومن، انما هي ممكن تكون اقل. فده دي بنسميه، عشان كده بنسميه اللو سبيد شافت. بعد كده بيتم تركيب الجير بوكس عشان يبدا يزود لي السرعه من 30 ل 60 ار بي ام لحد ما توصل ل 1000، من 1000 ل 1800 ار بي ام، عشان هي دي السرعه اللي المفروض بيبدا يشتغل عندها الجنريتور عشان يبدا يولد لي الكهرباء. يبقى فائده الجير بوكس ان هو بيرفع لي السرعه من اللو سبيد شافت ل الهاي سبيد شافت، والسرعه دي دايما بتكون من 30 ل 60 في حاله اللو سبيد شافت ل 1000 ل 1800 ار بي ام في حاله طبعا هنا من هو بيقول لي هنا طبعا من 10 ار بي امز في حاله الروتور لحد ما يوصلها لي ل 100 او 1000 ار بي ام في حاله الجنريتور عشان يبدا، اللي هي دي السرعه اللي المفروض بيشتغل عليها الجنريتور عشان يبدا يولد لي الكهرباء. طبعا هنا في الجزء ده بيوضح لي الاجزاء الاساسيه للويند توربين، من البليد للبيتش سيستم للو سبيد شافت اللي هو متصل بالروتور مباشره، والهاي سبيد شافت اللي هو راكب على الجنريتور. تمام. والياو درايف والجير بوكس اللي احنا شايفينه قدامنا اللي هو المسؤول عن عمليه التحويل من السرعه على السرعه المنخفضه، بالاضافه طبعا للانوميتر اللي هو المسؤول عن قياس سرعه الرياح ويند فان عشان يبدا يحدد اتجاهها. طبعا ده شكل النسل. بعد كده الياو موتور والتاور، والمفروض عندي ده الجنريتور، ده اتجاه الرياح. ده طبعا بيوضح لي مكونات الويند توربين. وهنا ده وكده هنكون ده الجزء الاولاني من المحاضره، وفي الجزء الثاني هنكمل على باقي المحاضرة إن شاء الله.